امين، اول ماتش اليوم ليك مع ليكيب ناسيونال، كيفاش لقيت روحك سامي الاول حتى كيفاش دخلت في الجو مع الجروب في الولايه؟ والله ما لقيت صعوبات معناها في من الاول، كما شفت الرول نتاع لي جوار كادر هو اللي يخليك اليز يعني في التمارين وفي الجروب وفي الوتيل. الحمد لله يا ربي ما لقيت صعوبات من الاول، نشكرهم على ذي وان شاء الله ناكدوا من المباراه الجايه ان شاء الله لدي والنتيجه هذه ان شاء الله. ولي فالونس نتاعك كمين خليك تلعب بالاول على اليسار بعد بدلت في الراكس، كيفاش لقيت روحك؟ والله الحمد لله اليز الحمد لله، معني كما قلت معني جوارات كادر يخليوك تلعب كره كما يلزم، تلقى لي سوليسيون التحركات. الحمد لله يا ربي ما لقيت صعوبات في الحكايه هذيا، كما شفتوا تيران بسط معناها يخليك اليز والحمد لله. ما كانش مقصوده، طلعت معاه هو طويل معناها تبارك الله 3 متر ومشيتها براسي، من بعد ما با حسيت معناها اللي في يدي صحيحه ولا ما نعرفش. بوكو دو شوز، اولا من السوليداريتي والجيست اللي شفتوه معناها تاع يوسف بين يوسف وياسين، لونتونت بيناتهم خليهم معناها الجروب معناها سوليدير والكويزيون موجوده حتى في التيران حتى في الاوتيل. هذاك هو معناها السكريم تاع الكليم تاع الريوسيت بالاداء والنتيجه، ان شاء الله نكملوا في الكويزيون دي. والله كو سوسوا كيكا ولا دو معناها هذايا يرجع للمدرب والتطبيقات، احنا ما علينا كان نطبقوا اللي موجود كو سوسوا دو ولا تخوا وعلينا بالله النتيجة.